هذا الفيديو إن شاء الله الناس اللي غيتفرجوا فيه غيكون لهم سبب بإذن الله أنهم ما يعانيوش بزاف في السوبيريور وتيسر لهم الأمور ديالهم بالنسبة للمادة الرياضيات وحتى المواد أخرى في السوبيريور. سواء كنتي في لي كلاس بريباراتوار، سواء كنتي في لافاك سيونس ماتيماتيك أبليكي، ولا عندك شي حاجة كتقرا فيها الماط يعني داير فيزيك، ولا سواء كنتي كتقرا في لو ان اس لانسا الانسام ولا لي زوتر ايكول سوبيريور ولا اف اس تي وكتقرا المات في سوبيريور، كتقرا لاناليز لالجبر، كتقرا لي بروبابيليتي ستاتيستيك اناليز نيميريك، ممكن كتقرا هادشي. انا جيت في هذا الفيديو باش نوريك كيفاش انك تجيب دي بون نوت بواحد الطريقه اللي هي ايزي وسهله، وغنهضر معاك في الواقع. انا ما بقاش نخطب عليك بزاف نقول لك هذيك خصك تخدم وخصك كذا، انا نهضر معاك في الواقع ما غنحشمش منك، وغادي نقول لك بحال انا جالس معاك في البيفي ديال لافاك ولا ديال ليكول اللي انت فيها، وتلاقيتيني وجلست معايا وقلت لي خويا زكريا عافاك قول لي كيفاش نفاليدي، جيني من الاخر. هادشي اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نعطيكم الطريقه ديال العمل، كيفاش تقرا، كيفاش تسير البروف ديالك، تبقى غادي معاه ها ما يعلقش عليك، كيفاش دير، كيفاش. لان مشكله كاين واحد المشكله، شنو هو دابا الناس كاع اللي بداو يقراو يلاحظوا ان لي بروف تيعلقوا عليه وما تقدرش توصل ليه، هو غادي في التمارين انت ديما معطل ليه. كيفاش انك الحل ديال هاد القضيه شنو هو، وغادي نقول لك الطريقه ديال الخدمه في الدار، والطريقه ديال الخدمه ملي يقرب الامتحان، الطريقه ديال الخدمه ملي يعطيوكم ديك الفتره ديال استعداد للامتحان او الامتحانات ديالكم. وكذلك غنعطيك دي سيت ويب اللي يعاونوك انك تفهم لي كور، لانه يعني يقدر الاستاذ ديالك يكون ما كيشرحش مزيان ياك، حتى الاستاذ ديالك يكون تيزرب بزاف، يقدر تكون انت الاستاذ ديالك ما كتفهموش واخا هو مزيان تيشرح مزيان ولكن ما كتفهموش نتايا. كيفاش انك تفهم؟ انا ما بغا مكرهش ندير لكم لي كور ديال السوبيريور ونشرحهم لكم بالديتاي، ولكن هاد السنه ما نقدرش، السنه الجايه ان شاء الله لانه الوقت عندي ضيق، ولكن على الاقل بغيت ندير لكم هذا الفيديو اللي غادي يعني غادي ينفعكم بزاف. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، والناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو منين ساليو الامتحانات ديالكم ونفعكم هذا الفيديو، رجعوا وكتبوا لي في لي كومونتير قول لي زكريا بسبب هذا الفيديو راه حنايا خدمنا مزيان وها هما النتائج، وها هما النتائج. نتمنى ديروا هذه القضيه هذه. دابا عطيوني وديكم مزيان وتبعوا معايا. اول حاجه دابا انت كتقرا كتمشي كتحضر لي موديل ديالك، كننصحك بعدا انك تحضر، الا ما حضرتيش راك على المحك. وغنقول في الاخر للناس اللي ما كيقدروش يحضروا، غنقول في الاخر شنو يديروا في فتره الاستعداد، حتى الناس اللي ما كيحضروش يعني يقدروا اللي ما مساعدهمش الظروف انهم يحضروا بيان سيغ، حتى هما يقدروا يفاليديو، ولكن خصهم يتبعوا هادشي اللي غادي نقول، يحاولوا يديروه، غيكون عندهم مجهود اضافي اكثر من الناس اللي كيحضروا. اذا حضرتي راك درتي 50% ديال الخدمه، كدرتي 50 حتى 60% ديال الخدمه. الحضور ضروري ولو يكون الاستاذ ما كيشرحش مزيان، الحضور ضروري ولو تعرف غير عناوين الدروس، واخا تعرف غير شنو دار، شي تمشي تعرف عا شنو الفقرات اللي دار، هذا بحد ذاته راه اون سيونس، تعلمت زعما واحد المعلومات قيمه خديتيهم. وانتم عارفين مزيان انه اذا ما كنتيش كتحضر راه ما كاينش اللي غادي يعطيك المعلومات كلها، واخا يكون شي صاحبك حضر ويعطيك الدفتر ديالو هذا ما غيعطيكش كلشي، كاين شي حوايج يقول لهم بروف بفمو تيقول لك راك هذا كيقول شي حاجات، لانه الحضور تنفعك في واحد القضيه انا جاي لك وغادي نقول هذا وغادي نقولها ان شاء الله. شنو فاش ينفع الحضور؟ تينفع في انه كتقدر تعرف الامتحان كيفاش يتحط، اوكي ماشي زعما كتقدر توقع وصافي. دونك الطريقه ديال الخدمه هي انه يكون عندك الكور ديال البروف ديالك بي دي اف، اي بروف تيعطيك بي دي اف، الا ما عطاكش بي دي اف وكان غتكتب خصك تدبر على داك الكور ديالو، غتدبر على داك الكور ديالو. وانا غنوريكم تطبيق عملي دابا، غنشوف غنختار شي درس من راسي ديال الاس ان وغادي نوريكم كيفاش. كت زعما كتحاول تقرا الكور ديال البروف ديالك، اذا كان الكور ديال البروف ديالك زوين ومنظم ومشروح وفيه
les propositions, les théorèmes, les démonstrations de l'homme, ou d'exchim shroh, ou avec les exemples, ou hrati le cours, ou femti le dars, mzien. Idè kan le prof dialek ma taqsi dakchi kafi, ou ma qdertish tfhem dakchi dialo, fa ana ghannasahak bwahed sit web, smitu Exocet. Aji nchoufou had Exocet chnou fi. Had Exocet hou wahed sit web li kiarfouh nnas bzaf, ghatlqaw fih les cours. Adieu le premier année, d'ailleurs. Première année. C'est pour quoi la première année. Ou, ratlqaou les cours. Adieu, là, maintenant, algèbre. Quel le cours, t'as PDF ou kadalik, t'as des vidéos. Ou fi, t'as des exercices corrigés. Ré, ou les exercices, qu'en had site, ou qu'en site, ou t'as d'accord, adam, ou relikum. Les exercices صراحة فيه زوين أكثر داكشي ديال الاناليز الانتقال ديفلوبمون ليميتي لي كو بارامتري فوالا لي غولاسيون ديكيفيرونس لي زونسومبل لي زابليكاسيون لوجيك ريزونمون نوم كومبلكس لي بولينوم لاغيتميتيك كلشي كاين هنايا. بالنسبة للكور هانت بالنسبة للكور هو هذا الكور غاتفهموه مزيان فهاد السيت ويب حيت فيه صراحة الدروس مشروح زوين. باش منطولش عليكم بلا ما ندخل نبقى نشوف الدروس بالديتاي وانما حاولوا تفهموا لي كور من هنايا. بالنسبه لليوتيوب صراحه ما كنعرفش شي اساتذه اللي لانني انا شخصيا ما كنتش كنتفرج بزاف في اليوتيوب باش نفهم لي كور وانما كنت نشد لي بي دي اف وكنحاول نفهم. واش ولاو دي بروف دابا حاليا في يوتيوب كيشرحوا لي زيتي سوبيريور ما عرف مي المهم لا لقيتو شي واحد تيشرح مزيان في اليوتيوب حاولوا تتبعوا معاه. ولكن لي بي دي اف راه هذا اللي يشرح لكم في يوتيوب اذا ما كانش خصص وقته كامل لهادشي راه ضروري غيزق لكم شي حاجه. ولكن داكشي كامل مكمول غتلقاو في لي بي دي اف. هذا اكزوسيت كنصحكم به فيه لي كور زوين بزاف غتفهموه. وانا عندك غير شويه مع فرونسي تعرف تفهم فرونسي غتفهم لي ماتيماتيك وغتجي غتقرا في هاد الكور هنايا غتفهمو. ولكن لا تندير بان لكم مزيان ولكن هو ياك تنسى راسك مع هاد لي كور راه خصك تشيل الكور ديال البروف ديالك ترجع له. ما خصكش تزقل ولو اكزومبل. راه كاين شي بروف كيدير كيشوف شي اكزرسيس عطى لكم في الكور هذاك الاكزرسيس كيحطو في الامتحان. اي دونك خصك البروف ديالك الكور ديالو تكون عارفو عن ظهر قلب. هذا هو الواقع للاسف هذا هو الواقع. خصك تكون البروف ديالك الكور ديالو تكون عارفو مزيان حيت يقدر يحط لك شي ديمو. مثلا كاين شي بروف كيدير شي تيوريم كياخذ لك ديمونستراسيون ديال التيوريم. داك التيوريم عنده ديمونستراسيون كيردو لك بحال التمرين كيقسمو لك الاسئله وكيحطو لك في الامتحان. هادي كاين بزاف الاساتذه كيديروها. هادشي راه مازال ما وصلنا لي تي دي بلاتي. حنا وصلنا لتي دي بشويه. دابا حنا كنهضر على النيفو ديال الكور. كاين اللي كيطرا له واحد المشكل شنو هو كيبقى يقرا شويه من الكور وتيمشي لي زيكزارسيس تيحاول يلقى لي زيكزارسيس من هذيك الفقره ديال الكور. انا كنصحكم بالنسبه لي زيكزارسيس تمشيو مع البروف ديالكم خطوه بخطوه خطوه بخطوه. انا نوريكم مازال ما درتش لي زيكزارسيس تنهضر على الكور. الكور خصك تفهم الفقرات ديالو. الاستاذ بيان سيغ غيضرب لك شويه من الكور غيعطيك سيري نيميرو 1. كاين الاستاذ اللي كيدير ثلاثه ديال لي سيري كاين اللي كيدير اربعه كاين اللي كيدير خمسه كاين اللي كيدير ستة على حسب. ممكن يكون عندك واحد العدد ديال لي زيكزارسيس. اون فوا البروف كيحط سيري 1 اش كدير نتا اش كدير؟ تابعوا معايا باش تعرفوا انا كنعطيكم واحد الميثود اللي هي ممنهجه مزيان. غتمشي لواحد السيت سميتو بيب مات. غنوري لكم دابا غير واش ما تضيعوش وقتكم بزاف. غنوريكم واحد اللعيبه دابا راه ملي كتكون باغي تقلب على شي حاجه في اكزوسيت ولا في بيب مات راه ماشي غتجي غدير ماشي تدخل للسيت وتبقى تقلب. لا مثلا بغيت لي سويت مثلا غنجي نكتب لي سويت نيميريك ولا غير لي سويت وتكتب حداها اكزوسيت. ملي غدير بحال هكا غادي يطلع لك الكور ديال اكزوسيت على سويت. المهم تبرك هنايا هذا عطاوني لي زيكزارسيس. نزيد نكتب حداها كور باش ما ندخلو وسط السيت وتبقاو تالفين فيه. شوف
فوالا هو عطاني كور مثلا ديال لي سبيت. شوفوا اكزوست الكور كيفاش عندهم منظم وزوين، وغتلقاو كل غتلقاو لي زيكزومبل وحتى لي زيكزارسيس اللي تقدروا تخرجوهم. المهم هاد اكزوست غينفعكم بزاف من ناحيه الكور. بالنسبه للبيب مات مثلا، انت نفترضوا انك كتقرا مثلا لاغيتميزيك لي سويت، مثلا لي سويت ولا لاغيتميزيك دون زيد، مثلا لاغيتميزيك دون زيد، غتجي غتكتب اغيتميزيك. دابا باغي تقلب على لي زيكزارسيس بحال داك الاستاذ ديالك، اغيتميزيك دون زيد ياك، وغدير بيب مات، ولا كتب اكزارسيس كوريجي، اكزارسيس كوريجي كوريجي بيب مات. شنو غيطلع لك؟ غيطلع لك اكزارسيس كوريجي في بيب مات. فوالا مثلا هنا فوالا، شوف هما دي زيكزارسيس كوريجي، كيعطيوك دي زانديكاسيون بلاد كي الكوريجي. وغتحاول انك تقلب على لي زيكزارسيس اللي كيشبهوا البروف ديالك، لانه شنو المشكل اللي كيوقع عندنا بزاف الناس هو انه هاد السيت راه سيت فرنسي هو اكزوسيت، يعني راه البروغرام ديالو مختلف شويه، زعما ماشي بحال كيمشي كيبقى ينزل على السيت كامل، فخصك تشوف هذوك التمارين اللي كيشبهوا البروف ديالك، اللي كيشبهوا داكشي ديال البروف ديالك، ما تبقاش على جات قدامك الطحنه، لان الوقت هو العامل المهم في هادشي كامل اللي تنقولوا دابا. دونك خصك دير بحساب الوقت وما خصكش تعطل في شي حاجه، يعني كاين اللي كيبغي ينزل على التمارين كل، من اختار دوك التمارين اللي انت كتشوف البروف ديالك تحت فحال. وبلاتي دابا مازال ما وصلناش الفتره ديال الامتحان الوطني، الامتحان انت انا كنقول الوطني، امتحان لي زيكزام، الفتره ديال لي زيكزام كيفاش غديرها؟ ديرها بوحدها غنهضر عليها. دونك كتجي عاوتاني واحد القضيه كاينه زوينه في هاد بيب مات، غندخلوا البيب مات، ندخل السيت، كتجي هو السوبيريور مات سوب ولا مات بي، شي مشكل فوالا. بعد ما هنايا كاين هاد لي كوغ هادو، تقدروا تقراوهم حتى الاس، كاين اللي يقراهم في اس 1 اس 2، كاين اللي يقراهم حتى الاس 3 اس 4، فوالا هما ليميت انتيغرال لي سيري كالك ديفرونسيال بروبابيليتي. شنو كاين هنا؟ لاحظوا معايا مزيان، كاين هنا ريزومي ديال الكوغ، حيت بيب مات ما فيهش الكوغ ديطايي، فيه غير ريزومي، وملي بغا ريزومي هانتوما شوفوا مثلا كتلقى فيه غير داكشي المهم من الكوغ، غير ريزومي ها فوالا، ريزومي ديال الكوغ قصير. مثلا لي جروب، هذا لي جروب لي زانو ريزومي، ريديسيون زون موفيز ريزومي. وكاينه واحد اللعيبه زوينه هي شوف 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 ميثود، هادي ميثود عرفتي بس زوينة هاد اللعيبة، أنا نبرك عليها باش تعرف، أنا نبرك على ميثود مثلا في لي جروب. شنو هما ميثود؟ تيقول لك لي ميثود اللي كتحتاج في التمارين، كيفاش ديمونطخي أن جي إتوال إتان جروب. تيقول لك كاينة هاد دي دو ميثود، أول حاجة فيريفي تو لي بوان تو لي بوان دو لا ديفينيسيون دان جروب، فواغ سيت إكزارسيس، تيقول لك ها هو إكزارسيس تيهضر على هاد الميثود. عاوتاني كيقول لك ميثود ثانيه، ولكن اكزرسيس كيعطيك اكزرسيس، هذا مثلا تيقول لك ميثود، تيقول لك ها الاكزرسيس اللي فيه هذا الميثود، فكنت كتسالي من هذا الشيء حتى كتلقى راسك عرفتي لي ميثود باش ديمونطري ان شي اونسوم جروب، باش ديمونطري ان اشي تنسو جروب، كومون ترافاي دون لي جروب فيني، كيفاش داكشي ديال لي مورفيزم دو جروب و جروب اوموجين اونجندري سيكليك، كيفاش تبين عليهم لي بروبريتي ديالهم، كيفاش تكالكولي لوردر دان ليمون دون ان جروب. مثلا انا كنعطيكم مثال، مثلا نمشي لشي حاجه اخرى، نمشي لشي حاجه اخرى مثلا لي زانتيغرال امبروبر اللي تيكونوا في الاس 2. مثلا غتجي الميثود، شوف معايا كتلقى ايتيود دو لا كونفيرجونس دون انتيغرال امبروبر، كيفاش تيتيدي لا كونفيرجونس ديال شي انتيغرال امبروبر. كيقول لك اسيدي ايتاب 1 طاق طاق طاق، وتعطيك اكزومبل، تعطيك اكزومبل تمشي تخدم عليها انت، كيفاش تخوفي ان كيفا تلقى ان كيفاون دو غيست. المهم باش ما نخربكمش ولا سون بارسيال دون انتيغرال امبروبر، هادي عاوتاني ميثود كتحتاج في لي زانتيغرال امبروبر. تيقول لك فوالا شنو غدير فوار سيت اكزيرسيس. هادشي اللي كيعجبني انا في بيب مات، هادي لعيبه زوينه، كيقول لك الميثود شوف ليكزيرسيس،
كتمشي للبروف ديالك داك التي دي ديال وكتلقى راسك انك دوك لي ميثود هما اللي كيتخدموا. ولكن وياك انصحك وياك تمشي تسهام على ليزيكزارسيس في لي سيت وتنسى ليزيكزارسيس ديال الاستاذ ديالك، لانه الاستاذ ديالك يقدر يحط لك واحد شي تمرين اللي هو كومبليكي كيحتاج واحد ليدي سبيسيال باش يتخرج. دونك انت لو كنتي شايف داك ليكزارسيس ماشي مره ماشي جوج شايفو بزاف د المرات ومعاودو ما غتقدرش تخرجو النهار ديال ليكزامان. واخا انت يا خادم بيب مات وخادم فليسيت وفاهم بزاف ديال ليكزارسيس، ولكن هذاك ليكزارسيس اللي تحط لك في الامتحان ما تعرف تخرجو. والناس ديال السوبريور كيعرفو هاد القضيه مزيان، انه مهما كنتي كتخدم بزاف مهما كنت يعني عندك الافكار بزاف، فاذا تحط لك شي تيب ديال شي اكزرسيس اللي انت ما خدمتش عليه بزاف ولا ما عمرك خدمتي بحالو فغاديك صعيب انك تخرجو، لانه هو يكون تحتاج شي ايدي في شكل وانت ما عندكش الوقت، امتحانات تكون الوقت ديالهم قصير سيكتو في الافاك فغتلقى مشكل. دونك دابا شنو هضرنا باش نلخص لكم امور. اول حاجه الكور ديال البروف ديالك خصك حنو كان ما مشرحش مزيان غتمشي واحد الكور واحد اخر مثلا في اكزوسات تشوف تاخذ منو لي زيدي وهذا ترجع للكور ديال البروف ديالك تشوف راسك واش فهمتيه مزيان، تحاول الكور ديال البروف ديالك تخدمو وتنوطي نوطي الكور نوطي فيه ولا دير شي دفتر ولا شي حاجه، المهم ما تضيعش وقتك بزاف. الكور ما تعطلش فيه بزاف لي زيكزارسيس، لي زيكزارسيس خصك تعرف لي ميثود اللي كيتخدمو لي ميثود ديال مثلا تحط سيري ان خصك سيري ان تخدمها وتعاودها تخدمها وتعاودها. كاين واحد اللعبه زوينه تقدر الناس اللي كيقراو معاك تجمعوا وتخدموا اونصومبل، ولكن لا يدير الفرق بزاف هو داك فاش كتكون خدام بوحدك صراحه. تحط سيري 2 نفس القضيه الكور غتخافيسي ترافيرسي الكور، ما تحاولش تسالي الكور كامل في دقه، هي الاستاذ ديالك سالا واحد بارتي من الكور ودار لي زيكزارسيس ديالها، سالا شابيتر ودار التمارين ديالو، انت غتخدم داك الشابيتر والتمارين ديالو. وديروا في بالكم واحد القضيه، راه الشابيتر الاخر او لا داكشي الاخر شابيت مثلا كان 4 شابيت شابيت 4 غالبا تيكون 60% من ليكزام في شابيت 4، لانه دوك لي شابيت الاول تيكونوا غير تهيئه داك الشابيت شابيت الاخر تيكون زعما هو الزبده من داكشي اللي داكشي اللي باغي توصلوا له. اي دونك كنصحكم انكم ضروري تساليو شحال من واحد تيتقلب خصك الكور والاكزرسيس تساليهم حتى الاخر حتى الاخر، راه كاين اللي كيجي تيكون ما خادمش في الاول تيقربوا الامتحانات كيمشي هو على داكشي الاخر تيخدمو كيتحط داكشي كيفاليدي، وواحد اخر من البداية العام تيخدمو حتى الاخر ولكن داكشي الاخر ما ركزتش عليه مزيان ما كيفاليديش كيجي بشي نقطعيا. دونك خصكم تكونوا غادن بواحد التوازن كتوافقوا، ما تخليوش الاستاذ يهرب عليكم بزاف. دونك التمارين ديالو كل سيغي حطها خصك تساليها وتخدمها وتعاودها. دابا غنهضروا على الفتره ديال ديال الاستعداد للامتحانات لي زيكزام تيقربوا لي زيكزام من تيقربوا لي زيكزام بلا ما تبدا بزاف نقول لك باختصار شديد غتشد داكشي مثلا كل موديول غتعطيه واحد العدد ديال الايام تقسم الايام اللي عندك وتخدم كل موديل لحقه وطريقه وغتعاود داكشي اللي درتي اللي كنتي كدير يعني غدير اون ريبيتيسيون غتعاود تخدم دوك التمارين لي تي دي تعاود تخدمهم وتعاود تشوف الكور بيان سيغ نتا وانت كتعاود تخدم لي تي دي ضروري غترجع تضرب طلع في الكور حتى تلقى شي لعيبات كيتنساو لك غترجع تشوفهم غترجع ها والتي دي تخدمو وتعاودو تبقى تعاودو تبقى تعاودو واخا تساليه بقى تعاودو. انا الصراحة نقول لكم الواقع كيقول لك شي واحد كي غيقول لك لا ما خصنيش نكون حفاظ وغتقول هاد القضية راه في لافاك زعما غتاكل الدق ولا في خصك تكون حفاظ لانه هاد القرايه اللي كاينه في ليزيتي سوبيريور كتوجدك سواء لواحد الوظيفه ولا واحد الدومين باش تقراه. مثلا كاين اللي كيقرا لي كلاس بريبا باش يولي انجينيور في لا ميكانيك ولا انجينيور في لانفورماتيك ولا شي حاجه، انت كيوجدوك علاش سميتهم لي كلاس بريباراتوار تيحفظوك شي حوايج باش تقدر تخدمهم من بعد. دونك هذاك الشيء ديال الابداع وداك الشيء خليه من بعد خليه من بعد لانه ما ترتكب الخطا اللي كيرتكبوه بزاف ديال الناس. فرق ما بين انك باغي تطلب العلم وتقرا وما بين انك تجيب لي موديل دي بون نوت. باش تجيب لي موديل دي بون نوت خصك تقتل شويه داك الفضول العلمي تحاول تعرف كل حاجه من جات. هذاك الشيء خليه في الصيف
وفي اوقات اخرى كنقول لك هذا الشيء عن تجربه، لانه الطريقه باش كتحطوا الامتحانات ما غينفعكش داك الفضول العلمي ديالك، وانما غينفعك واش فايت خدمتي داك ليكزيرسيس او لا ما فايت خدمتيه. كاين كتوبه ديال التمارين بالنسبه لكلاس بريبا وداك الشيء، راه كاين كتوبه معروفين. المهم بالنسبه لهذه الطريقه اللي وريتكم راه خدامه، وكاين كتب اللي ديال لي زيكزيرسيس فيهم دي ريزومي ديال لي كور ولي زيكزيرسيس، تقدروا تلقاوهم غراتويتمون سيغ انترنيت، تلقاوهم بي دي اف. ما نقولش السميه ديالهم راهم معروفين، لانه صراحه هاد الكتب نورمالمون خصو واحد يشريهم، ولكن موجود بي دي اف كاين، دونك ما نقدرش نوريهم لكم هنا في لا فيديو. هانتوما باش تعرفوهم تمشيو غير لجوجل وكتبوا لي ميور ليفغ دو مات بور لي كلاس بريباراتوار، تشوفوهم وغتلقاو بزاف ديال ليفغ ميثوديكس. المهم كاين كتب اللي معروفين، ولكن بصراحه نقول لكم واحد القضيه، ما غيقدكمش الوقت باش تخدموا حتى في هاد الكتب، دونك حاولوا ديروا هادشي اللي قلت لكم. الحمد لله التمارين موجود في بحال هاد لي سيت، وبالنسبه اللي كيحتاج يخدم اكثر كيقدر يدير هادشي وكيشيط للوقت يزيد يخدم في لي ليفغ ديال لي كلاس بريباراتوار. مع تمارين هاد النهار حتى جيت قربت نعس على نسجل هاد الفيديو. دونك كنتمنى نكون فدتكم في هاد الفيديو، و بقات لنا واحد اللقطه خصنا نهضروا عليها منساش، ديال الاستعداد الامتحان. راه قلت لكم انه تبقاو تخدموا لي دي وداكشي ديال البروف ديالكم وتعاودوا، غيبقى لكم لا غد ليه الامتحان غدوزوه، غتحاول توقع شنو تحت داك الامتحان، تخدم شي اكزيرسيس اللي هو كومبلي، اولا اش نقول لك، لانه داكشي اللي شفتي البارح في الليل مثلا غدوز غدا الامتحان الوطني، ما تمالي مع الامتحان الوطني. المهم الا كنتي غدا لا غد لي غدوز ليكزامان، فخصك هذاك الشيء اللي غتشوفو اليوم في الليل اذا تحط لك غد لي في الامتحان فراه انت محظوظ، فهمتي كيف؟ دونك انت كتمشي لدوك لي تي دي وتمرن، وسيغتو داكشي الاخر لي في سيري 3 4، وداكشي في لي سيري الاخرين كتعاود تخدم هداكشي وانتظر انه تقدر تحط شي حاجه بحال داكشي. هادشي اذا ما تحطش هداكشي نيت، وهذا هو الواقع صراحه. انا جيت ماشي باش نبين لكم انا واعر ولا شي حاجه، فجيت نقول لكم الواقع داكشي اللي كاين. نتمنى تكونوا استفدتوا من هادشي اللي قلت لكم، وان شاء الله ما غتعذبوش بزاف مع السوبيريور اذا تبعتوا هادشي، لانه سهل بزاف ويمكن لكم تطبقوه في واحد الوقت اللي هو قليل. درت شحال ديال الوقت؟ 23 دقيقه. كنتمنى نكون فدتكم في 23 دقيقه، واختصرت عليكم ساعات من العمل اللي ما غنفعكمش. وبالنسبه للقضيه كاين بزاف الناس اللي كيعجبهم ما تيبغوا يلبيو واحد الفضول العلمي عندهم، فخصو واحد الوقت بوحدو لهذا الشيء. اما الطريقه باش تجيب دي بون نوت راه هي دي اللي قلت لكم، اذا تقدر دير واحد القضيه زعما تزيد تخدم داك لي تي دي ديال البروف ديالك، كتشوف دي زيكزارسيس اللي كيشبهوا ليهم وتزيد تخدم بحالهم في لي ليفغ وفي لي سيت ويب. هادشي اللي كاين. كنتمنى الناس اللي وافقوني الراي يقولوا هادشي في لي كومونتير، والناس اللي ما وافقونيش الراي يقولوا في لي كومونتير، ينفعوا التلامذ ولا لي زيتيديون شي حاجه من عندهم، لانه صراحه انا هادشي اللي عارف انا قلته، بغيت نفيد به الناس، واللي يعرف شي حاجه احسن مني يقولها في لي كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.